عند النظر لهذه الصورة لفيديو اليوتيوبر الأجنبي والنظر مرة أخرى لآخر فيديو في قناة هايبر، نلاحظ أن هايبر سرق الصورة منه. ولكن هل معنى ذلك أن هايبر يوتيوبر فاشل وسارق؟ لا، أهلا بكم، أنا مستر سولوم، واليوم هنجاوب على سؤال مهم جدا، وهو لماذا يسرق اليوتيوبرز العرب من الأجانب؟ وهي نبدأ. طبعا في هذا الفيديو كلامنا هيكون عن ماينكرافت، يعني اكيد مش هجيب فيديو من كيلان باور واقول ليه بيسرقوا من مستر بيس، لا ماليش دعوه. دلوقتي سارقين المحتوى ثلاث انواع. واحد اقتباس بسيط زي هايبر، بكل اختصار اقتبس الصوره مصغره لانها مناسبه للفكره بتاعته، لكن لما تشاهد كلا الفيديوهين تلاقي فرق شاسع في المحتوى، وده شيء طبيعي. مستر بيس شخصيا بيسرق صور مصغره احيانا، في هذا الوضع اسمه اقتباس وليس سرقه. 2 اقتباس عميق، المسميات لعبتي ما عليكم. هذا مثلا زي مقطع جمعت مليون بطيخة في ماينكرافت لعمر 5، تلاقي اجنبي سواها من قبل. هل عمر مثلا شخص سيء ومحتواه سرقة؟ لا، محتوى الفيديو كان مختلف تماما. الفكرة انك لقيت يوتيوبر اجنبي مسوي فكرة حلوة، مش غلط انك تعملها بضرتك وتغير فيها، عادي جدا، لكن الغلط انك تكون النوع التالت. 3 حرامي المحتوى، بالنسبة لهذا حرفيا انت بتروح لاجنبي تاخد الفكرة منه كوبي بيست، حرفيا بتعيد نفس المقدمة والخطوات، كل عليك انك تسوي اللي يسويه بالضبط، بس ده المطلوب. هو قعد 10 ساعات يعصر مخه كيف يخلص التحدي، وانت بكل بساطة سرقت الفكرة منه كوبي بيست. وفي مثال طبعا، وهو الشخص اللي يسوي كرافتن تيبل في 14 يوم، وميف سوى نفس الثامنيل ونفس الفيديو كوبي بيست حرفيا، فده النوع الثالث. فالحين تقدر تفرق بين الشخص اللي يسرق محتوى والشخص اللي يقتبس محتوى. اغلب اذا مش كل اليوتيوبرز اللي في منصة يوتيوب بيقتبسوا من بعض، فلو شفت يوتيوبر بيسوي فكرة يوتيوبر تاني وتعب عليها، لا تروح تسبه وتقول له يا سارق يا كلب يا معفن يا زي، تقبل انزاء الطبيعي اصلا. اخر شيء بقوله، انزاء كان اخر فيديو في سلسلة حلب اليوتيوبرز، وبننقل السلسلة لقناتي التانية، لان هنا بسوي افكار ابداعية ومتعوب عليها جدا. فاشترك عشان تشوف هذا المحتوى الاسطوري، وبس سلام.